طب ورأي الدكتور طه اسماعيل مهم. مين نجم اللقاء النهارده من وجهة نظر حضرتك؟ أفشة كان قايم بدور كويس في نص الملعب، في النقل مع زملائه، في التمريرات لزملائه، من أحسن المباريات اللي لعبها أفشة السنة دي. طبعا الشناوي في ضربة الجزاء حاجة عظيمة جدا. النادي الأهلي اللعيبة بتلعب وهي مطمئنة، إن وراهم جول كيبر كبير جدا. حالة اللعيبة البدنية الحمد لله من فضل الله جيدة جدا، كملوا المباراة بشكل جيد. البدلاء اللي نزلوا، أولا التشكيل اللي عمله موسيماني تشكيل رائع جدا، أو التشكيل المعتمد واللي أدى فيه الفريق بشكل كويس. حتى التغييرات اللي تمت برضو كانت تغييرات موفقة جدا. الفريق فضل محافظ على أدائه البدني والتكتيكي لآخر دقيقة من المباراة، ودي برضو نقطة مهمة جدا، لأن ممكن فريق يكسب جول ولا جولين ويروح واقف قدام الجول ويدافع وبتاع وتعرض لمشاكل في الآخر. الشيء الجيد إن قد إيه من وقت المباراة وإنت متماسك ومحافظ على الإيقاع والأداء اللي إنت بتأديه بالسرعة الجيدة، بالاحتفاظ بالكرة بشكل كويس، الجماعية في الأداء، الرجوع في الدفاع بشكل مكثف وقطع الكرات اللي بيلعبها الفريق الوداد في الكرات العالية أو البينية، الكرات المشتركة النادي الأهلي كان هو الأسرع فيها وهو اللي بياخدها أكتر، والفرق البدني واضح بالنسبة للنادي الأهلي في هذه المباراة. فأنا شايف أنه كون الفريق يلعب بهذا الإيقاع إلى آخر وقت من المباراة ده مكسب كبير جدا. أعتقد أن ده يعني يرجع للروح المعنوية اللي بيلعب بيها الفريق، والثقة الكبيرة اللي اللعيبة مديها الموسيماني، واللي هو أعطاهم هذه الثقة الكبيرة، وابتدوا يحسوا أن هم معهم كوتش كبير بيأدوا بشكل رائع جدا، واللي مطلوب منه بيعملوه، ودي نقطة مهمة جدا لما بيجي لك مدرب جديد. شوف اهم ثلاث كلمات لفتوا نظري في كلام الدكتور طه: التماسك، الفريق متماسك معظم المباراة، دي مهمة جدا. الجماعية، اذا في التزام بالجماعية، لكن اهم كلمة قالها ان اصبح هناك ثقة من اللاعبين مع مدربهم. ايوه، بيديلهم الأريحية، بيديلهم الثقة، فبيبادلوه الثقة، عندهم ثقة إن الراجل ده يسمعوا كلامه مش هيخسروا، يسمعوا كلامه مش هيخسروا المباراة، يعني مش هيخسروا حاجة، بالعكس هيضاف إليهم. أيوه، إنك أنت بتسمع الليدر بتاعك أو القائد بتاعك وبتثق فيه، دي بداية النجاح. دي بداية النجاح وتدشين جديد لتجربة الناس شمت منها رحلة تجربة مانويل جوزيه مع الجيل الذهبي. نفس العلاقة، نفس الثقة، نفس الكاريزما للمدرب. بس هل أبناء مانويل جوزيه، هل نجوم تجربة مانويل جوزيه شمين مع موسيماني دلوقتي نفس الريحة ولا لا؟ بعد الفاصل.